السلام عليكم، بروس مع الباقلة. الرز والباقلة مع ينسلقون مع بعض وأصفيهم. هاي صفيت الرز والباقلة من الماء. نحمص شوية بصل، أكيد مع الدهن الحار السمن البلدي. ملعقة ثوم مهروس، هذا الرز مع البصل والثوم، راح نسوي الدهن جيد. شبنت عندي يابس، اني اخليه يتهدر. انا مسوية مي اللحم، بحط له شوي من مي اللحم لان انا ما سلكته كامل. عندي هذا مي لحم اني قطرته، رش عليه اتركه يتهدر. وهذا الرز اتركه على نار هادئة يتهدر على راحته. الآن أسوي مرق باقلي، بشوي زيت اللي شوي بيابسي، خليت عليه ثوم مهروس، ثوم قروش ناعم، وهنا خليت الباقلي تنحمص معاه. تنسلق شوية قبل ما أخلي عليها المعجون. أنا هنا دا أسوي اللحم. الآن نحمصها مع الطماطة والمعجون. هاي آخذ لها من مي اللحم وأخليها. أكمل بعد ما اللحم أخلي عليها إن شاء الله. والآن أفرقع الرز، خليها نحط شوية مرق الباقلة. مرق الباقلة وهذا الرز بالباقلة. ساهمكم العافية يا رب. هذا الرز باللحم، خلينا بعد ما فرقعنا للدهن خلي عليه قطع اللحم شوية تتهدر مع الرز. طبعا احنا حامسيها بالبصل لان اولادي ما يحبوها يعني مقلية بالرز بالدهن ويابسة شوي. وهذا مرق الباقلاء معاها. وسهمكم العافية، غطي الجدر عليها ونتركها شوية يتهدر مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في أمان الله، سهمكم العافية إن شاء الله يا رب.